الجمعة صباحا وبعد بزوغ الشمس بقليل، اقتحمت طائرات النظام أجواء ريف إدلب الجنوبي لتنتزع فرحة اليوم المبارك وتزرع مكانها أحزانا وأتراحا في قلوب أبناء بلدة خان السبل. مجموعة من أهالي البلدة نزحوا من مركزها إلى الأطراف هربا من قصف قوات النظام، إلا أن طائرات النظام لاحقتهم إلى مكان نزوحهم. 9 شهداء وعشرات الجرحى سقطوا بالقصف الجوي، معظمهم نساء وأطفال ومن عائلة واحدة. كنا في الضيعة، صارت تنضرب الضيعة فوق المدني، هجينا من الضيعة، نزحنا من الضيعة، طلعنا لبرا، برات الضيعة. اليوم صباحا استهدفتنا طيارة، ضربتنا احنا قاعدين، توفوا عنا، استشهدوا عنا أخوي وابن أخوي ومرت ابن أخوي وعندهم أولاد 2 كمان استشهدوا أطفال معهم. المسعفون أكدوا أن قصف الطيران استهدف تجمعا للمواطنين، ما أدى لدمار هائل في منازل المدنيين، نافين رواية وسائل إعلام النظام باستهداف مقرات المجموعات المسلحة. قام الطيران الغاشم منذ الصباح الباكر الساعة 8 تقريبا باستهداف حي مدني بحت لا يوجد فيه اي عسكري ولا اي آلي عسكري ولا اي رشاشات ولا اي شيء على الخالص بالطرف الغربي من القرية. هذا الطفل خرج صباحا ليجمع قوت اهله ليتفاجأ بعد عودته الى المنزل بخسارة جميع افراد عائلته، فجميعهم استشهدوا بالقصف. أهلي استشهدوا 5. مين ومين؟ أبويا وأمي وأخواتي 2. مجزرة أخرى ترتكبها قوات النظام في مكان جديد من الجغرافيا السورية، ولسان حال السوريين يقول: كل شبر من أرضنا سقي من دمائنا. البشر لك شقفت العنف.